مرحبا صباح الخير لكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. وغادي نديروا بكم واحد الجوله في اكبر يعني من اكبر شوارع مدينه الدار البيضاء واشهرها، اللي هو شارع ادريس الحارثي اللي كيمتد من منطقه مولاي رشيد الى غايه منطقه بنمسيك، واللي كيتعرف منطقه بنمسيك بشارع الشجر. وهذه الحاله الكارثيه اللي كيعرفها شارع ادريس الحارثي في مولاي رشيد نفسها كيعرفها شارع الشجر اللي هو نيت ادريس الحارثي بمنطقه بنمسيك. الروينه، الفوضى، ازبال، اشغال، الناس ما كتلقاش فين تركب الصف، يعني من صبح ربي وانت صباح الخير خويا الله يعاونك، يعني نفس الحاله الكارثيه. لدرجة أن المواطن كيضطر أنه يركب في كرويلة وفي كوتشي باش واحد البلاصة قاعدة سدات، مبقاوش يلقاو الناس منين يدوزو منها، يعني الطاكسيات مبقاوش كيلقاو البلاصة منين يدورو، والمواطن راه مكرفس كونسبور، مكرفسين بزاف. إمتى غتنتهي الأشغال في هاد الشارع؟ الله أعلم. انت غتسالي هاد الروينه الله اعلم، راه كيضربو شي بلايص وكيوقفوهم وكيوليو فيهم الاسبال والروينه والحمير والدواب مربوطين وسط الاشغال. الطريقه هادي راه كلها تسدات. يعني بكثرة هنا ما كيوقع الكرام، ما تفهم والو نهاياتها، مره كافرين هنا مره كافرين ليه، مره الاشغال هنا مره الاشغال ليه، مره الاشغال كتوقف، واحد راس الخيط تعطيه لك شي مسؤول ما كاينش ما تفهمش. وكيف ما قلت لكم المواطن كيضطر انه يكون في كوتشي باش انه يمشي يقضي الغرض ديالو، الا غادي يوقف هكا. باش الصف باش علقة غير يلقى المد دوال. اذا صباح الخير، نهاركم مبروك، وكنتمنى لكم يوم نهار